السقوط الأخلاقي لرئيس الجمهورية والسقوط السياسي. اليوم البعض يطالب بأنه ويرى أنه عزل رئيس الجمهورية أصبح مهمة عاجلة، خاصة بعد تجريفه أيضا لمؤسسات الدولة والعبث بمستقبل هذه الدولة. شنو رأيكم أنتم؟ تقديري كما قالوا الإخوة هناك في الاستوديو، نعم، هذه محطة ثانية يعني في مسار الثورة التونسية، موجة ثانية أعادت الألق وعادت الإشعاع وعادت الصورة الجميلة أيضا لتونس الثورة التي تدافع على مكتسباتها، تدافع على رصيد الحرية، تدافع على الديمقراطية، تدافع على الدستور، في مواجهة وجه قبيح وبشع. الوجه الآخر الذي شاهدناه يوم أمس، مجموعة من الغغاء يدعون بحق وبباطل هما أنصار الرئيس، وأهم ما فعلوه، أهم إنجازهم، أن يحرقوا الدستور على مرأة ومسمع من العالم. كل العالم في هذا العصر المعولم اللي تنقل فيه الفضائيات وسائل الإعلام شاف هذا المشهد المخيف والمرعب والقبيح من تونس، مجموعة من الغوغاء تقدم على حرق الدستور. فعلا يذكرنا هذا بعصور تقريبا مظلمة، يعني لما دخل المرابطون وأحرقوا كتب الفلسفة، كتب الغزالي وكتب ابن رشد، تقريب مشهد قريب من هذا. لكن شفنا الوجه الآخر، الوجه الجميل اليوم لتونس، تونس الموحدة بمختلف قواها السياسية وقواها الاجتماعية. أنا لاني كثيرا إلى هذه السردية العدمية، بحيث أن اللاحق يحل محل السابق، أن منظومة الأحزاب انتهت ومقابل لا هناك يعني تعزيز لرصيد الحركة السياسية التونسية بنخب بقوى سياسية جديدة بزعامات بقيادات إلى جانب القوى السياسية. مع العلم يلزمش نصفه في السردية الرسمية اللي يتروج فيها الشعبوي، وللأسف السيد رئيس الجمهورية تورط في هذه السردية أن كل الأحزاب فاشلة والمنظومة السياسية لا تساوي شيء. الأحزاب إذا كان فيها أخلال تعالج هذه الأخلال، لأنه السيد الرئيس جاي من خلفية شعبوية لا يؤمن لا بأحزاب ولا بمؤسسات ولا بمنظمات ولا بأجسام وسيطة. اللي يعنينا اليوم هو أن الشعب التونسي وجه رسائل واضحة وصريحة، اللي متشبث بدستوره، متشبث بمكتسباته السياسية، ولا عودة فعلا إلى الوراء، لا عودة إلى مرحلة ما قبل 14 جانفي. يعني هذا خط الشعب التونسي متشبث بمكتسباته، وبالتالي يعني لا يمكن العودة إلى الخلف، لا يمكن نسب هذه المكتسبات بادعاءات. صحيح أن الوضع قبل 25 جويلية لم يكن مرضي بصورة كاملة، هناك أخلال كبيرة وخاصة على صعيد المنجز الاقتصادي والتنموي، وإذا كان في أزمات وفعلا كان في أزمات ومشكلات سياسية، يجب نعرف أن السيد رئيس الجمهورية أيضا كان جزءا بل هو عنصر فاعل في هذا المشهد. يعني رئيس الجمهورية الذي اختار الحكومة الأولى حكومة السيد الياس فخفاخ، وهو الذي أقال السيد الياس فخفاخ بخطوة استباقية، وهو الذي عين هشام المشيشي، وهو الذي عين وزراء السيادة، وهو الذي امتنع المصادقة على قانون المحكمة على قانون المحكمة الدستورية، نعم القانون المعدل المحكمة الدستورية، وهو الذي رفض المصادقة أو أداء الوزراء للقسم أمام رئيس الجمهورية، وهو الذي أيضا حتى في موضوع ما يسمى بالمكتسبات الصحية الآن وموضوع التلقيح، هذا أيضا فيها أقوال كثيرة. يعني من الواضح الآن أن الدول الصناعية المتقدمة أصبح عندها فائض تاع لقاح، ففيه نوع من المساعدات، ارتفاع في وتيرة المساعدات، مع العلم أن السيد رئيس الجمهورية استخدم هذه الورقة حتى يظهر في صورة الزعيم المخلص، يعني احتكر اللقاحات وخزنها يعني تهيئة للعملية أو عملية استباقية لما سيقدم عليه يوم 25 جويلية، وحتى معناه يهدد الأنصار أن الرئيس أن ما عجزت عنه الحكومة السابقة أنجزه السيد رئيس الجمهورية. بالمختصر أن أقول هذا وجه جديد وهذا وجه مشع بتونس، أن الرئيس شرعيته مستمدة من الدستور، فإما أن يلتزم السيد رئيس الجمهورية بمقتضيات الدستور أو يسمع هذه الأصوات الجذرية. دكتور دكتور خلينا نتفاعل معك، خلينا نتفاعل معك أولا حبيبي، حبيت نتفاعل معك، لكن ما ذكرته لا ينفي مسؤولية المنظومة السياسية اللي حكمت من 2011 حتى 2021، واللي ما حققتش إنجازات الثورة. صحيح حققت مكاسب سياسية، حققت مكاسب الحرية ودافعت عليها، ولكن المنجز الاقتصادي كما كنت تحكي والمنجز الاجتماعي كان تقريبا غير متحقق. حبيب بتحب تتفاعل مع دكتور؟ طبعا حب نتفاعل أنا مع صديقي وأخي والدكتور، وعلى الأقل من ناحية الباحث رفيق عبد السلام، وأريد أن أتفاعل بشكل نقدي الحقيقة. إحنا ماناش مع سردية طبعا رئيس الجمهورية اللي تتكلم على ضربان الأحزاب، ونعتبره السياسة ما تتعمل إلا بالأحزاب. ورفيق عبد السلام مواطن تونسي في آخر الأمر،
من حقه أن يتكلم ومن حقه أن يعبر. لكن يا رفيق خويا أشعر أنه في أحيان كثيرة القيادات السياسية التقليدية، معناها اللي على الأقل المسؤولة حزبيا من 2011 إلى 2021 على هالكارثة اللي وصلنا لها واللي وصل فيها رئيس الجمهورية والشعبوية والفاشية، تستطيع أن تقول بشكل مريح وتلقى سند شعبي بأنه ما عملتولنا كان الكارثة. أنا في أحيان كثيرة أفضل أني أستمع إليكم بخطاب النقدي، أنكم تأتون لكي تتكلموا بنقد، لكي تقفوا أمام المرآة، لكي تقولوا نعم أخطأنا. أشعر في أحيان كثيرة أنكم تضرون التحركات المواطنية وتضرون المسار الوطني اللي قاعد يوحد في نفسه الآن ويلقى في أشكال تفاعل لا هي معادية للأحزاب، ولكن على الأقل محاولة لصياغة روح جديدة تواجه الشعبوية. نرتاحوا أكثر كي نلقاكم تنقدوا في رواحكم، نتعبوا برشا ونتقلقوا كي نلقاكم تتقدموا باعتباركم كأنه ما صار شيء وانتم قاعدين تقاوموا معنا في الانقلاب. مش واضحة وبالتالي انتظروا كثيرا من القيادات السياسية المسؤولة حاكمة ومعارضة ان معركة الانقلاب خليها للمواطنين. مواطنين راه مش معناها حاجة عاديين، مواطنين يعملوا في السياسة وفيهم اللي عملوا احزاب وفيهم كذا. انتم يا اخي اعطونا خطاب نقدي الان متاع ناس كي تجي باش تشرح يعني مسار الحقيقة لم يكن مرضيا بالشكل يخلينا نرتاح. خلينا نتفاعل مع احمد، عندك تفاعل مع دكتور؟ لا ماذا بي لحظة باش نعطيك الكلمة باش ترد على وتتفاعل مع الاخوة الكل. احمد عندك تفضل. والله تحية للدكتور، هو كما قال الأستاذ الحبيب مواطن تونسي عنده الحق باش يعبر على أفكاره، ولكن مثل ما قال السي الحبيب رانا نتمنوا أنكم تقدموا تقولونا وين غلطتوا على الأقل باش الأجيال القادمة ما تعودش نفس الخطأ. هذا المشكلة، راهو إذا كان تظهرنا بنفس الوجوه وبنفس الخطاب راهم تصبحوا يعني شارج على أكتاف الناس اللي دافعوا على الديمقراطية. المشكلة أن 10 سنوات ونجو نقول والله الوقع في 18-26 يعني موجة جديدة وإلى آخره. الموجة جديدة شمعنى جديدة؟ الجديد شمعنى؟ الجديد راهو يقضي على القديم على الأقل، أو على الأقل يخلخله ويغربله، يغربلونا رواحكم قولونا وين غلطتوا على الأقل. يعني نحب الله سمعني شوي، نحب على الأقل تعملوا مراجعة للخيارات اللي عملتوها، لتحالفاتكم اللي عملتوها اللي خلت الرصيد متاعكم يتضاءل بشكل كبير، وحينها تجدون لا تجدون الحل إلا في الارتماء أكثر مع منظومة الفساد، في تقديم أكثر تنازلات لمنظومة الفساد، فيأتي آخر يقدم تنازلات أخرى وأعظم لمنظومة الفساد بحيث تصبح ميزون شير للفساد، يقول الفساد شيخ علينا. قدمونا نقد معين وبالله يرانا ولانا كما قال الحبيب نتقلق ياسر من الوجوه القديمة اللي ما عادش نجم ندافع عن الديمقراطية تولي بالشكل هذا. نختم مع لمين، عندك تعقيب لمين على كلام الدكتور ولا؟ أنا دائما عندي أمر أخي، يعني سواء للذين حكموا أو للذين يعني عرضوا. نعم. نحن نبني مسارا ديمقراطيا بقوى لا ديمقراطية، يعني الديمقراطية فرضت فرضا على الجلادي وضحاياه، على اعتبار أنه كل السرديات الكبرى، سردية الدولة الوطنية ومعارضيها، الديمقراطية آخر اهتماماتهم. يعني كل واحد يعني ماشي وكأنه نقطة الضعف اللي هي المسألة الديمقراطية، حتى أنه لما يجي انقلاب يحكي على المقاومة ولا يحكي على الشريعة ولا يحكي على العدل ولا يحكي على محاكمة يعني الفساد، الناس ينسوا الديمقراطية. نعم. ولا بأس، هذا يعني ما هو معنا. لا، ما لم تكن الديمقراطية مشترك وطني الجميع فقط يستفزوا ويستنفروا دفاعا يعني دفاعا عنه، ثم مشكلة. يعني ثم مشكلة. اثنين، الديمقراطية ما هيش أداتية يعني نعملوا بها ديمقراطية باكيدج كامل، يعني أنك تتحمل الآخرين هذا جزء من الديمقراطية. يعني أنا وأختم بهذه أقول نعيش في الشارع يعني مع الناس يوميا. التقاتل اللي نشوف فيه بين النخبة السياسية في البرلمان ولا في التلفزة، كي يسمعوا واحد البرة أو يتفرج يقول تونس شاعلة،
تمشي للقهوة وتمشي للمرشي وتمشي للسيارة، الرموز أو القواعد متاع الأحزاب هذيك الكل عايشة مع بعضها وتسلم ولباس وكذا من ومن. متى انفلق الأمر مع هذه الشعبوية الرثة؟ شعبوية أصبحت العائلات ما تكلمش بعضها. نعم. يعني عندما نعود إلى الصراع الديمقراطي، وأختم بهذا، ما ثماش ثم جملة واطية يقولوا فيها بعض قوى الفاشية أنه نحب ديمقراطية حقيقية. لا، ديمقراطية سلعة تشراء يعني من السوق، هي ديمقراطية انداب يومي. نعم. ديمقراطية معركة دامية نبنيها حجرا حجرا. المطلوب من النخبة السياسية، وأختم بعشر ثواني، المطلوب من النخبة السياسية التي حكمت والتي عارضت نقد ذاتي. أنا ما نطلب حتى شيء كما قالوا الأخ، نقد ذاتي. نفس النقطة. نعم. نقد ذاتي. نقد ذاتي. نقد ذاتي. نعم. دكتور الفرصة ليك، إذا نخلي لك المجال معنا بس تقريبا هي النقطة تقريبا يشتركوا فيها الإخوة الثلاثة، وهو ضرورة القيام ببعض المراجعات ونقد الذاتي ومخاطبة الناس بهذه المراجعات. تفضل. شكرا أستاذ عامر. يعني نتفاعل مع الإخوة الأصدقاء، مع الأستاذ حبيب ومع الأستاذ نوردين والدكتور عزيز. فعلا نعم. نعم فعلا التقييم مطلوب، ومعناها الواحد يتبرى لما يكونش عنده أخطاء، مساره مبرى من الأخطاء. لا مش صحيح، كنا نتدرب على الحياة السياسية الديمقراطية، وعشر وحداش سنة من التجربة الديمقراطية لا تستطيع أن يعني في نهاية المطاف أن تلخص المسار الحياة السياسية بكل تفاصيلها وبكل تعرجاتها. هل أخطأت النهضة؟ طبعا أخطأت النهضة، وليس عيب أن تقيم مسارها وتقول أخطأت في مواطن معينة وتعثرت في مواطن معينة بقدر ما كانت في نجاحات في مواطن أخرى. والحقيقة مش النهضة فقط، مش هذا أيضا تفصي أو روم من تحمل المسؤولية. كل الطبقة السياسية أخطأت بأحزابها الحاكمة وبأحزابها المعارضة. يعني المشهد اللي نشوفه في البرلمان رغم أن فيه قدر كبير من التهويل، كل البرلمانات العالم، وشنو اصلا تعريف البرلمان؟ البرلمان هو جاي من بارليسي، بارلي معناها هو حديث، كثير احيانا يكون فيه جدل ونقاش ولكن يتجاوز النطاق الطبيعي في الساحه السياسيه التونسيه في ظل ديمقراطيه ناشئه. شفنا في برلمان العالم كثيره فيها كثير من الفوضى والعنف، وهذا لا يبرر اطلاقا باي حال من الاحوال. لكن مشهد يعني بشع التوانسة أو كره التوانسة في الحياة الديمقراطية، واستغلت الشعبوية قفزت على هذه التعثرات أو على هذه مواطن الضعف والهشاشة لتقفز وتلغي كل المكتسبات السياسية وتبدأ ما دون نقطة الصفر. أين أخطأت النهضة وأين أخطأت الطبقة السياسية؟ يعني أخطأت بالتأكيد في انشغالها بالمسألة السياسية على حساب المنجز الاقتصادي والتنموي، يعني بسبب تعقيدات الوضع الداخلي، التجاذبات، الصراعات الداخلية، القانون الانتخابي أيضا. إذا باش نشخصه تشخيص نقيم تقييم موضوعي أيضا، أنت أمام مشهد برلماني تقريب مشرذم إلى حد كبير بسبب قانون انتخابي لا يعطي أغلبية راجحة، مضطر تعمل تحالفات سياسية، وكل حكومات الائتلاف في كل دول العالم هي حكومات هشة وضعيفة. يعني عشنا المشهد هذا، يضاف إلى ذلك تنازع بين مراكز النفوذ. إذا نعرفوا اللي مع بعد 2019 السيد رئيس الجمهورية كما ذكرت كان يشتغل على استراتيجية التأزيم أو تكتيك التأزيم إلى الحد الأقصى، يعني صراعات بين السلطة معنا شلة الحياة السياسية، انشغال على حساب الملف الاقتصادي الاجتماعي التنموي. نعم. تحولت الديمقراطية لديمقراطية نخبوية، ديمقراطية تسويات على حساب الحياة اليومية للمواطنين. لكن احنا انتقلنا من وضع إلى وضع، انتقلنا من وضع فيه صعوبات، فيه أخطاء، فيه إخلال، إلى وضع كارثي. نعم. من المفترض فيها قصور، مواطن قصور وخلل في الجانب الاقتصادي، ونحتاج إلى إصلاحات سياسية. انتقلنا وكان في وضع قابل للإصلاح في حقيقة الأمر، انتقلنا إلى وضع كارثي غير قابل للإصلاح بعد 25 جويلية. رئيس الجمهورية اللي جاء بمبرر أن سينسف هذه المنظومة وسيحل مشاكل التونسيين، زادها تعقيد على تعقيد. نعم. البلد يسير نحو الإفلاس المالي، نحو الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، يضاف إلى ذلك يعني حياة ديكتاتورية وحكم فردي مطلق حيث يستحوذ على كل السلطات. فبالملخص نعم. أنا أقول المسألة تحتاج إلى تقييم موضوعي وعقلاني وهادئ. نعم. لا ينبني على صورة عدمية أنه إما وإما أن الأحزاب السياسية والطبقة السياسية كلها أخطأت ولا تساوي شيء. لا، نقيم مسارنا بموضعي، والأحزاب في حاجة إلى تطوير نفسها. وفي مقدمة ذلك حركة النهضة. أين أخطأت حركة النهضة أيضا؟ أخطأت في عدم تشخيص خطورة الظاهرة الشعبوية. نعم. يعني كنا نتصور أن السيد الرئيس قيس سعيد كان مؤسستي مثل باجي قائد السمسي مثلا
أنه في خلافات ولكن يمكن أن نصل إلى توافقات، مع العلم أن نشوف في كثير من التحامل على تجربة التوافق السياسي، لأن التوافق السياسي بالضرورة هو التطبيع مع منظومة الفساد أو غيره. 2014 التوانسة اختاروا لداء تونس، إذا هو عنوان فساد فاختاروا التوانسة، ماذا تفعل؟ هل تدفع البلد لحرب أهلية أم تذهب إلى توافقات وتسوية؟ نعم. الديمقراطية في جوهرها كما عرف جون رولز اللي هو أهم منظر للديمقراطية السياسية تسمى overlapping consensus، التوافقات المركبة والمعقدة. ما فيش حياة سياسية، ما فيش ديمقراطية بدون توافقات. والخطأ الرئيسي اللي يقع فيه رئيس الجمهورية اليوم هو أنه يقود الحياة السياسية أو يسير الحياة السياسية بثنائية النصر أو الشهادة، يعني ما فيش مساحة وسطى، ما فيش منطقة رمادية وسطى، ما فيش توافقات، ما فيش تفاهمات سياسية، يبث ولا يستقبل، بينما المطلوب في السياسة هي التوافقات، هي التسويات السياسية. نعم. والتسويات مش على مقاسي ولا على مقاسي. نعم. ما ينتجه صندوق الاقتراع إذا فما خلل في القانون الانتخابي وإذا فما خلل في نتائج الانتخابات كيف ستعالج أنت كحزب سياسي؟ واضح الفكرة، واضح. نعم. لتحسين الوضع ولتطوير واضح الفكرة. خليني نعم السياسي.